مساء الخير واهلا بحضراتكم من جديد. تطور هام في قضيه التحرش بطفله المعادي. اليوم الخميس قضت محكمه جنح المعادي بالحبس لمده سنه مع الشغل والنفاذ للمتهم بالتستر على المتهم بالتحرش بطفله المعادي، والموجه اليه تهمه هتك عرض طفله بالقضيه المعروفه اعلاميا بقضيه طفله المعادي. ينضم لينا الزميل عبد الله محمود الصحفي في اليوم السابع علشان نعرف تفاصيل اكتر. عبد الله اهلا بيك، ايه اللي حصل النهارده في المحاكمه؟ مساء الخير يا فندم. النهارده كانت جلسه النطق بالحكم على المتهم الثاني في قضيه المتحرش بطفله المعادي. انما زي ما انت قلت وذكرت انها وجهت لي تهمه التستر على المتهم الاول داخل مكان عمله ورشته بعد ارتكاب المتهم الاول جريمه استدراج الطفله ومحاوله التحرش بها. الجلسه الاولى النهارده جلسه النهارده صدر فيها الحكم بالحبس سنه مع الصلح والنفاذ للمتهم الثاني. الجلسه الاولى كانت شهدت تاجيل لعدم الاختصاص الرقمي، لان الدائره اللي كانت بتنظر القضيه ما كانتش مختصة برقم القضية ديت، يعني في دوائر بتنظر الأرقام الفردي ودوائر بتنظر الأرقام الزوجية، فتم تأجيل القضية لعدم الاختصاص الرقمي وتم تحديد دائرة وأصدرت الحكم النهاردة على المتهم الثاني بالحبس سنة مع الصلح والنفاذ. طيب بالنسبة للمتهم الرئيسي في القضية، إيه اللي حصل وآخر مستجدات المحاكمة؟ هو المستجدات المحاكمة هو تم التأجيل بعد ما المحكمة استمعت لمرافعة الدفاع، والنائب العام كان وجه تهم المتهم الرئيسي بخطف طفلة واستدراجها داخل عقار بقصد الاعتداء عليها وهتك عرضها. طيب يعني موعد الجلسة القادمة لمحاكمة متحرش المعادي هل معروفة امتى؟ المتهم الزميل الزميل اللي بيغطي الجلسة يتابع القضية، وفي أخبار موجودة على اليوم السابع بتحديد جلسة الجلسة القادمة. شكرا جزيلا عبد الله محمود الصحفي في اليوم السابع، بشكرك لوجودك. خليني أكمل مع حضراتكم إنه النائب العام المستشار حماد الصاوي أمر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، حيث تحايل لاستدراجها إلى عقار قاصدا إبعادها عن أعين المرة فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها. وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة 4 شهود وأقوال الطفلة المجني عليها وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرفت شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضا قانونيا. الحقيقة هي واقعة مؤسفة جدا بالطبع، ضحيتها طفلة بريئة لم تتعدى 4 سنوات وقت حدوثها. كشفت كاميرات المراقبة في أحد عقارات منطقة المعادي عن جريمة التحرش البشعة بعدما استدرج المتهم طفلة بائعة المناديل ليتعدى عليها وينتهك براءة جسدها الصغير. في 31 مارس تمت محاكمة المتهم للمرة الثانية، وفي ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد جودت لم يظهر أحد من أسرته في قاعة المحكمة، وكان وحيداً تماماً في أول وثاني جلسات محاكمته، وانتهت الجلسة بصدور قرار من المستشار محمود زين الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عيسى ومحمد محي الدين بتأجيل المحاكمة، ويحاكم متحرش المعادي أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس على خلفية اتهامه بخطف فتاة واستدراجها للتحرش بها وهتك عرضها. وكان دفاع المجني عليها قد طالب في الجلسة الأولى من المحاكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقا، وادعى المتحرش بطفلة المعادي أمام جلسة المحاكمة أنه لم يتحرش بالطفلة واتهمها بمحاولة سرقته وأنه كان بيدافع عن نفسه، وقال المتهم لدي ولد وبنت ولم أتحرش بالطفلة اللي كانت تريد سرقتي
وأضاف حول تصوير الواقعة: أتمسك بحضور المحامي للكلام عني وأنا حاجج بيت ربنا مرتين. أيضا من جانبه طلب دفاع المتهم إيداعه بمستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية ووضعه تحت المراقبة وكتابة تقرير عن حالته، إلا أن المحكمة رفضت، وعقب القاضي على طلبه بأن المحكمة ناقشت المتهم وتبين أنه مسؤول وعاقل ويتمتع بكامل قواه العقلية. أيضا المدعون بالحق المدني عن المجني عليها طلبوا من جهتهم بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم والتي تتراوح ما بين السجن 10 سنوات أو المؤبد وقد تصل إلى الإعدام شنقا. وجهت طبعا النيابة العامة المصرية للمتهم الذي عرف إعلاميا برجل البدلة تهمة هتك العرض المقترن بالخطف. فكر حضراتكم من جديد أنه اليوم الخميس قضت محكمة جنح المعادي بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ للمتهم بالتستر على آخر هتك عرض طفلة بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية طفلة المعادي. وطبعا احنا متابع مع حضراتكم مستجدات المحاكمة أول بأول وبنقل لكم كل جديد. شكرا على طيب المتابعة وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم في اليوم السابع، وإلى اللقاء.